اهلا معكم نادا، ورجعت لكم اليوم في اون نوفيل فيديو. كي كنقول لكم ديما كنشكر اي واحد تابونا في لاشين، اي واحد دار جيم، اي واحد دار كومونتير، اي واحد بارطاج لا فيديو. فريمون كتفرحوني بزاف بزاف بزاف، وكنعرف بلي ان لو كونتينو كيعجبكم وكتشجعوني باش نكمل معاكم. بيسكو لا فامي ديالنا بدات كتكبر شويه بشويه شويه بشويه. بالنسبه ليا قلت علاش لا ما ندير لكمش واحد لا فيديو تتعرفوا فيها اكثر عليا. ديكشي علاش حطيت لكم واحد لا ستوري في انستغرام وقلت لكم بوزي مو اون كيسيون، هذوك الاسئله اللي سولتوني غنجاوبكم عليها، غنجاوبكم عليهم هاد النهار في هاد لا فيديو. دونك لا كنتو انتريسي بقاو معايا في لا فيديو. دونك نبداو نجاوبوا على الاسئله ديالكم، وها هما الاسئله حطهم هنا حدايا في البيسي وغنبدا نقراهم عليكم هكاك باغازاغ. نبداو باول سؤال اللي هو كيلاجاتو. انا عندي 19 عام مولوده بالضبط في 25/6/2002. ندوزو للسؤال الثاني اللي هو شي نصيحه لصحاب الباك. النصيحه اللي نقدر نعطيها لاي واحد كيتفرج فيا وعنده الباك هي تجيها في قرايتك، ما تخليش الاخر ديال العام وعاد تنوض تخدم، لا بقى اجور مع الاستاذ وخدم من الاول باش ما يتزاحمش عليك الوقت وتخدم اليس، وان شاء الله تجيب نقط زوينه. حيت كيما عارفين حنا في المغرب الباك هو اللي كيفتح لنا الابواب باش نكملوا قرايتنا في شي حاجه اللي هي زوينه ونبنيو مستقبلنا. دونك عافاكم ديوها في خريطتكم، ما تضيعوش عليكم هاد العام. سؤال اخر اللي سولتني عليه واحد البنيته اللي قالت لي واش لاركيتكتور او لا لاغريكولتور، حيت كما قلت لكم انا في واحد لا فيديو نتاع مون باركور سكولير كنت باغا ندير بزاف لاركيتكتور وفي الاخر جي ليسي طومبي ودات لاغريكولتور. الصراحه كل وحده وشكلها، لاركيتكتور ما عندها حتى علاقه بلاغريكولتور، كيبقى على حسب الواحد شنو كيبغي بزاف. انا صراحه بقيت كنفكر ايتو قلت بلي انا لاغريكولتور كتمتني بزاف، كتعجبني الطبيعه، كتعجبني اي حاجه فيها الحياه وحيه، دونك جي اوبتي بور لاغريكولتور. وتا لاركيتكتور زوينه، غير واحد اي بلاصه قريتي فيها سواء لاغريكولتور ولا لاركيتكتور اي دومين كنتي فيه خصك غير تعطي فيه مزيان، وان شاء الله ربي كاع ما غيضيعك ولا تجيرك كيغوتو. وسؤال اخر اللي سولوني واش ندمتي حد درت لينا. لا بالعكس فرحت كثر حد درت لينا، وزدت تاكدت بلي انني درت لو بون شوا. الصراحه عجبني لو دومين، عجبني داكشي اللي كنقرا، عجبوني الاساتذه، عجبوني الناس اللي تعرفت عليهم في ليكول. فريمون فرحت بزاف حد درتها، وان شاء الله باغا نخلي بلاصتي في ديك المدرسه ونخلي بلاصتي في هاد لو دومين. سولتوني سؤال اخر وقلتوا لي شنو هي تا كولور بريفيري. بالنسبه ليا انا الصراحه ما كنشوفش بلي ان عندي شي كولور اللي هي هكا بريفيري وكتعجبني بزاف. كيعجبوني جميع الالوان، جميع لي كولور عندهم الحلاوه ديالهم وعندهم الجماليه ديالهم، وانا من النوع اللي كيعجبوني نلبس الالوان وكيعجبني حياتي تكون ملونه. كما كتشوفوا ترى الشومبر ديالي صبغاها بالموطارد، كيعجبني كيعجبني بزاف الموطارد. المهم كيعجبوني الالوان كلهم. سولتوني عاوتاني وقلتوا لي مون بلا بريفيري، لو بلا ديالي بريفيري نقدر نقول لكم الصاله ديال الدجاج، نقدر نقول لكم اللحم بالبرقوق كيعجبني بزاف، ونقدر نقول لكم شنو اخر كيعجبني، السفه المدفونه فريمون كتعجبني بزاف. المهم انا كيعجبوني هذوك لي بلا اللي كيكونوا صالي سكري، كيعجبوني فريمون بزاف. كيسيون اخرى سولتوني قلتوا لي ديكريتوا اون 3 مو، شنو نقدر نقول لكم، نقدر نقول لكم كرياتيف، نقدر نقول لكم سوسيابل، ونقدر نقول لكم سيرفيابل. كيسيون اخرى سولتوني قلتي لي، قالت لي واحد البنيته عافاك واش عندك دي فوتو على الانترنا. عندي دي فوتو ديال الانترنا بيان سور، وانا غنخلي لكم شي فيديو على الانترنا او لا شي تصاور هنا في لا فيديو. سولتوني سؤال اخر قلتولي فين كتعيشي. انا كنعيش في مدينه تازه ولكن قريتي في مكناس، واخا عاد قريت بروميير اني في مكناس. المهم انا من تازه وانا تازيه. سولتوني سؤال اخر قلتولي شنو هي اكثر حاجه كتخلعك. اكثر حاجه تقدر تخلعني هي الله يحضر السلامه، نفقد شي واحد مع عائلتي اولا شي واحد عزيز عليا بزاف. صراحه هادشي كيخلعني بزاف، سورتو كل هاد الوقيته الموت كثيره. دونك الله يخلي لكم اي واحد اساس عليكم، الله يخلي ليا حتى انا اي واحد اساس عليا. شدتني البكيه تخيلتها. سولتني صاحبتي فاطمه الزهراء بوميا قالت لي شنو هي اكثر حاجه زوينه وقعت لك هذا العام.
اكثر حاجه زوينه وقعت لي هاد العام هي تلاقيت بك. سؤال اخر قالوا لي كومون سا سباس لا سيمين دانتيغراسيون لو بيزوتاج. لا سيمين دانتيغراسيون صراحه انا للاسف مالغوزمون ما تزوزناهاش هاد العام العام اللي فات باسكو كان كورونا وما كانوش لي زوتر بروموسيون دونك نقدروا ندوزوها هاد العام سي جامي. صراحه لا سيمين دانتيغراسيون هي صراحه شي حاجه زوينه في ليكول كتقدر تانتيغرا مع صحابك مع لا برومو ديالك كتولي كتعرفوا بعضياتكم حيت صراحه العام اللي فات حنا كان عندنا هاد لي بروبليم قرينا شهور وشهور وحنا مازال ما كنعرفوش بعضياتنا كنا فهمتوا دي كليك كل وحده ولا كليك ديالها دونك ما كناش كنتعرفوا البنات كاملين وما فهمتوا ما كناش كنتعرفوا لا برومو كلها. ديك لا سيمين دانتيغراسيون كتخليك تعرف اكثر على ليكول كيعرفوك ليكول كيوريوك لي زونفي كيوريوك المهم كيعرفوك على لي زاكتيفيتي في المدرسه كتعرف على لي ستوديون الاخرين اللي في لي زوتر برومو. صراحه كدوز زوينه وما خصكمش تقلقوا الا قالوا لكم ديروا شي حاجه في البيزوطاج بالعكس خدوها بواحد الطريقه اللي هي زوينه وايجابيه وخدوها بواحد الطريقه باش تعرفوا اكثر على الاصدقاء ديالكم. سؤال اخر قلتوا لي واش هادشي اللي انتي كتقراي عجبك ولا لا. كما قلت لكم نفس لا كيسون تقريبا واش ندمتي حيت درتي لينا. الصراحه هادشي اللي كنقراه عجبني فريمون بزاف وحاسه براسي نقدر نعطي فيه زعما نعطي فيه مزيان ونعطي فيه اكثر. عجبني وعجبني بزاف. وحده قالت لي ما عندي حتى شي كاسون ما بغيت نقول لك راك اكثر يوتيوبرز كتدخل الخاطر. بغيت نقول لك شكرا بزاف بحال هاد لي ميساج هما اللي كيفرحوني بحال هاد لي كومونتير اللي كنلقاهم لتحت في لي فيديو هما اللي كيفرحوني وكيخلوني نكمل معكم في يوتيوب. كنشكركم بزاف وكنبغيكم فريمون بزاف. سولتوني كيفاش بديت يوتيوب. يوتيوب الصراحه بديت وانا صغيره كانت عندي واحد لاشين اخرى اللي كنت دايرها شحال هادي مي كنت في الكوليج مي كنت في السابعه يمكن اولا في السادس كنت سميتها ندى تيتوريال جو بونس ندى تيتو اكزاكتومون. كنت كنحط فيها دوك شحال هادي كانوا ديك كانوا كنصيبوا هذوك لي براسلي بديك لاستيكات ايتو كنت كندير دي فيديو على ديك الشيء ابري حبست وعدت لكم هاد لاشين اللي حتى هي ما كنتش كنحط فيها لي فيديو بزاف كنحط ونغبر كنحط وكنغبر ودخليها ما قلت علاش لا ما نكملش معكم في يوتيوب ونعطيكم مي زيكسبيريونس الى عجبوكم بيان سور. سؤال اخر سولتوني واش نتي مسمومه في القرايه. هاد لا كيسيون كنت فتانيت عند واحد لا يوتيوبر سولتها شي وحده نفس لا كيسيون ما عرفتش واش مسمومه في القرايه. مي كنت في البريمير كنت مسمومه ما نكذبش عليكم مي كنت في الكوليج كنت مسمومه في القرايه ولكن جو بونس في الليسي ودابا ما بقيت مسمومه واللي كيقرا معايا رد عليا في لي كومونتير واش انا مسمومه في القرايه. سولتوني كلي تا فاتور دو غيف. صراحة ما عرفتش ما فاتور دو غيف اكزاكتومون شنو هي مازال ما كنفكرش في هاد ليدي ولكن واحد الطوموبيله كتعجبني فريمون بزاف تقدر تجيكم شي حاجه غريبه ولكن فريمون كتحمقني وكتعجبني بزاف اللي هي الار 4 كتحمقني. سولتوني سؤال اخر وقلتولي كلي تا سورس دو موتيفاسيون. نقدر نقول لكم بلي انا ما سورس دو موتيفاسيون هما مي بارون. صراحه كل ما كنهضر مع والديا وكل ما كنشوفهم كل ما مهم كل ما كنشوف مي بارون كنعرف بلي انني خصني نقرا اكثر وكنتشجع باش نقرا باش نفرحهم ويكونوا ديما فخورين بيا. ومن هاد لا فيديو كنقول لكم كنبغيكم فريمون بزاف الله يخليكم ليا وما فهمتش مي كنهضر على هاد الموضوع كتجيني البكية. المهم السورس دو موتيفاسيون هما مي بارون. سولتوني وقلتولي على سميت لاشين ديالي ندى سفير وما سميتهاش ندى الشامي حيت لي ما كيعرفنيش القطه كتصوت حيت لي ما كيعرفنيش انا كنيتي الشامي ندى سفير. الصراحه مي كنت باغا نبدا يوتيوب مي بغيت ندير هاد لاشين بقيت كنفكر فشي سميه اللي زعما ما تكونش عند كلشي وشي سميه اللي تكون زعما اونيك ديالي. ومن قلبت على داكشي نتاع الابراج داكشي على النهار اللي تولدت فيه اي طول لقيت بلي انا السفير هذيك لا بيغ بريسيوز هي اللي كتمثل البوش ديالي الكونسير وهي اللي كتمثل بالضبط النهار اللي تولدت فيه دونك صافي شي اوبتي بوغ ندى سفير. سولتني واحد البنيته وقالت لي شحال من قطيطه عندك. عندي دابا حاليا 4 قطيطات زيتونه هابي روكي وكوفو دونك عندي 4 قطيطات اللي راهم كيديروا دابا نيت الصداع. سولتني واحد البنيته وقالت لي ديانو لي شين يوتيوب كو تا سويفي بوندون تا بروميير اني زعما يمكن لا بروميير اني ديالي في لينا لا شين يوتيوب لي زعما كنت كنتبعها بزاف ولي فريمون غتعاونكم سورتو في لاجيبر لاناليز ليليكتريسيتي والميكانيك هو البروف محسن مسكي
صراحه عنده كلشي وكينفع بزاف وعتقنا بزاف، عتق لا برومو ديالي كلها، اي حاجه ما كناش فاهمينها او لو حنا فيها كنا كنرجعوا لي فيديو ديالو وكان فريمون كيعاوننا. دونك الا كان شي واحد كيتفرج فيا في البروميير اني ان شاء الله تكون عنده هذا العام بروميير اني فلينا، اولا كان في لي كلاس بريبا سوا في لا بيزا ولا اي مدرسه، كان محسن مينسكي واحد لو بروف لي غيعاونكم فريمون بزاف. سولتني بنت اخرى قالت لي عافاك حبيبتي بغيت نسولك اشنو احسن لا ميديسين اولا لينام؟ كما قلت لكم على حسب داكشي اللي كيعجبكم، كانت كتعجبكم لا ميديسين ديروا لا ميديسين وغتعطيو فيها، كنتو كتعجبكم لينام كتعجبكم لاغريكولتور المهم كيعجبكم هذاك لو دومين دونك ديروا لينام، على حسب لو دومين فين حاسين راسكم غتعطيو اكثر واللي غترتاحوا فيه اكثر. هو راه اي مدرسه زوينه واي مدرسه كاينه راه زوينه، غير خص الواحد يقرا فيها وهي زعما يتميز فيها. سولتوني او واش اينام او لا ابيزا، كما كنقول لكم ما كايناش مدرسه احسن مدرسه، انا الصراحه العام ديالي ما دفعتش كاع لا بيزا حيت ما كيعجبنيش لو سيستم القرايه فيها، ودي سورتو لا بروميير اني وديك لو ستريس واش غتكمل فيها واش غتكلاس زوين او لا غير تقضي عليك العام. لا كنتو باغيين ديروا لا توبوغرافي او لا فيتيرينير او لا شي حاجه اخرى ديروا ابيزا، ولا كنتو باغيين سورتو لاغريكولتور مهتمين بلاغريكولتور جو بريفير لينا، انا الصراحه جو بريفير لينا اصلا هي اللي دفعت ليها وما دفعتش لا بيزا. انا قلت لكم علاش سولتوني وقلت لي علاش كيقولوا لكم فلاحه، كيقولوا علينا فلاحه حيت حنا خدامين في الفلاحه تو سامبلومون، واخا حنا ماشي فلاحه حنا دي انجينيور اغرونوم، ولكن كيبقى الفلاح وفلاح وحنا ومجموعه ديال الناس اخرين هما اللي مخلينا الناس دابا عايشين، والماكله اللي كناكلوها دابا والخضر والفواكه كلها بسببنا. سؤال اخر لي سولتوني قلتو لي ما بغيتش نسولك ولكن بغيت غير نقول لك بلي ان لي فيديو اللي كديري كنستافدو منهم بزاف، بغيت نقول لكم شكرا بزاف، هادشي قلت لكم هو اللي كيفرحني وكيخليني نكمل معكم في يوتيوب، كنشكركم فريمون فريمون بزاف، والله يسهل عليكم والله يفرحكم يا ربي. سولتني صاحبتي قالت لي انا اللي هي اميمه ولا فاطمه ولا ويصل ولا فاطمه الزهراء، بغيت نقول لكم كاملين كاملين كنبغيكم وديديكاس لكم هاد لا فيديو. في كانت هذه هي لا فان ديال لا فيديو ديالنا، كنظن صافي غنحبس لا فيديو هنا بحال ما تجيش طويله، وان شاء الله دابا ندير لكم لا بارتي الثانيه من تيد لا فامي تكبر ديالنا شويه، عاوتاني كنت ندير لكم من فيديو اخرى وعندكم دي كيسيون بغيتو تعرفوهم زعما دابا 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 كتبوهم لي في لي كومونتير وان شاء الله دابا نجاوبكم عليهم. تهلاو فراسكم كنبغيكم بزاف، ولا عجبتكم لا فيديو كيما ديما ما تنساوش ديروا جيم تابوناو وتكومونتيو لا فيديو. السلام عليكم و الى بروشين في اون نوفي فيديو ان شاء الله يا ربي، سلامه.